سريعا يا كابتن ابراهيم، عايز اعرف من حضرتك رايك في محمد صلاح، وهل ممكن ان نطلع ناشئين في اوروبا بنفس مستوى محمد صلاح ونفس الطموح والاحلام اللي وصل هو ليها؟ عمل لنا حاله، طبعا عمل لنا حاله في مصر. اولا نجم محبوب بوالديه محدش وبأهله، بيختلف عليه خالص يا كابتن، وبوالديه وباهله ببلده عمل خير طبعا ووطنه، وواقف مع كل الناس، عشان كده ربنا كرمه دايما وواقف جنبه. نتمنى ان كل لاعبتنا الاول انها تحذو طبعا مثال جيد نفس طبعا سلوكه والاخلاقيات، نفس سلوكه الاخلاقي وسلوكه هو حضرتك قلت الاخلاقيات والسلوكيات اول حاجه، بعد كده الموهبه بتيجي. الاول الموهبه بتيجي، الموهبه بتيجي والتوفيق بيجي، وكل ما يبقى سلوكياتك كويسه وتعاملاتك كويسه مع زمايلك ومع الفرقه اللي بتلعب ضدها ومع الحكام ومع الجمهور، وكل ما يبقى طريقك ان شاء الله باذن الله مضاء ودايما بتوفق، كل ما بيبقى انت قريب من ربنا وكل ما طبعا ربنا بيوفقك. هو ده السر، هو ده السر الحقيقي. انا شايف ان هو ده السر طبعا. محمد صلاح، طيب راي حضرتك في رمضان صبحي؟ رمضان صبحي انا شايف ان الاوقات اللي بيلعبها قليله جدا في الفرقه اللي هو بيلعبها، ويعني كان اختيار غير موفق. يمكن هو استعجل في حته الاحتراف، انما اختيار موفق غير موفق في النادي. يعني انا بقول كان ممكن يبقى في نادي احسن من كده، لان رمضان صبحي كان من 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 احسن الناشئين اللي طالعين في النادي الاهلي. طبعا انا بسألك عشان خاطر هو بالظبط ناشئ وفعلا ولد من ولاد النادي الاهلي، لكن هل حضرتك دلوقتي لو مكان رمضان صبحي وفريقك يعني بنسبه ممكن نقول 70 80% هيهبط الى دوري الدرجه الثانيه الانجليزي، قدام حضرتك اختيارين، هل حضرتك ممكن ترجع النادي الاهلي على سبيل الاعاره، ولا ممكن تكمل في نادي في اوروبا، يعني ممكن في دوري تاني، او ممكن ثلاث، ممكن تكمل في نفس الدوري بس مع فريق مختلف، فايه الاختيار اللي قدام حضرتك؟ فريق تضمن انك تلعب فيه، ولا ممكن تمر بنفس التجربه اللي بتمر بيها في ستوك سيتي؟ لا انا شايف ان هو ما يرجعش، يعني تمام. لازم يكمل التجربه. الطريق الالف ميل دايما بيبتدي بخطوه طبعا. مش معنى ان هو ما وفقش في نادي درجه ثانيه ونزل انه يقطع التجربه ويجي زي بعض من اللعيبه، لكن حضرتك تؤيد ان هو يبقى موجود بس في نادي يلعب فيه، لازم يبقى يكمل التجربه ويبقى في نادي ويضمن ان هو يشارك بنسبه اكبر، عشان اولا هو مستقبله هو الرياضي، وكمان عشان يقدر يخدم المنتخب المصري بعد كده يعني. فاتمنى ان هو يكمل مسيرته في الاحتراف الخارجي يعني، اتمنى يعني.